الحمد لله ما في حدا بالبيت، ما حدا شايفني. سوزي سوزي يخرب بيتك مع حلاكي. I love you. مش هتبقي. ايوه ولك دخيلك ودخيل منشار غسيلك ودخيل كل شي من جيلك وعم تلقي اشعار كمان ما عرفتك. شو يا حبيب سوزي؟ How are you؟ اهلا اهلا يا ام ربيع، وانا بحبك وانا بحبك في الله، اقسم بالله انا شو بحبك. يلا بابا بشوفك ان شاء الله، بابا بشوفك تحت بس انزل تحت ان شاء الله. خير خدود؟ شو بك؟ ليش واقف في شي؟ لا يوم على اساس انا ماشي بتشي منوب، يعني انا مالي خبر بشي منوب. وقعت وما حدا سمع عليك. هلا بدنا ناخذ راي امي. امي تعال شوفي لحبيب سوزي. طول بالك، ليش بدنا ندخل امي بالموضوع؟ ما بين احنا بنحله بيناتنا اهليه بمحليه. ايه ليش لا؟ انا روح قلبي مفاوضات 150 ليره وبس الموضوع كلياته. نعم ايش تفضلتي؟ خلص لا ايش تفضلتي ولا ايش ما تفضلتي. امي يا امي اهدي خلص ما بدي امي، ما في داعي لامي. سكي ما معي 150، رجعي لي الباقي. ابي هات هون اجوا بوقتهم، انا كان لازمني شويه ميك اب. لحظه قبل ما امشي، مشان حلال وحرام انت مسامحني؟ لا ما فشلت يا سامحك، ماني مسامحه. يلا ما في مشكله، انا رايح اشتري ميك اب. يخرب بيتك من حالك، وكمان ايش مصنوعه؟ قلت لها ماني مسامحك ما فرقت معها. قصيت انا بفرجيكي كله من ورا راسك انت. طلع على الشباك قل لي اي لاف يو، هاي كلمه اي لاف يو كلفتني 150 ليره. ليش تحت اخذها منك هلا؟ طولي بالك. وبالنسبه للي عم شوفه الفيديو ما حط لايك لسا، حط لايك اشترك بالفيديو، خلينا نوصل للمليون ونص متابع باسرع وقت اكيد، لحتى نزود بالسكتشات. وطبعا هذا الشيء بحفزني لحتى ننزل فيديوهات اكثر واكثر. خدوج راحوا المصاري. شو بك تعبت؟ قوم بما انك يوم بارك وما عندك شغل، في عندي غراض بدنا نوصلهم عند اختي، قوم وصلني يلا. ولك شكيتك لواحد احد، يخرب بيتك من حالك فرشتيني كرمال هيك. ولك انا ما صدقت اليوم ما في شغل مشان ارتاح، ما حزرتي، مالي متحرك من البيت، مالي رايح على محل. ايوه وانا الغراض شلون بدي اوصلهم؟ ترجم لي اياها هي بالله ما فهمت انا. خذي المغضوب ابنك، احسن ما مقضيها طول النهار نوم. موافق وجاهز انا. اي روح اندرب على غرفتك تخلى جوا، شفناك اول نهار العيد ايش طلع معك. امي اول يوم العيد كلنا بنعرف مين ضرب على السياره. سدني عنك، خلص انا ما بدي اروح. تاخذ الكيس انت وتوصله لخالتك وترجع. يا سيدي موافق، هات الكيس. بابا هات مفتاح السياره. لحظه استنى شوي، كاني سمعت مفتاح سياره. انا بدي اروح كمان. ها يخرب بيتك وانتي جوا سمعتي؟ لا اكيد ما رح تروحي. خدود جهزي حالك بدك تروحي معه، عشان ما تختفي بالسياره لحالك. مشوار الطريق روح رجعه بس، فهمان؟ انا رايح على مدينه الالعاب الم معي كل اولاد الحاره ونضربي بارضك ما في روحه. لا بدي اروح، لا اما بناخذ رايي يا سوزي. ايش رايك؟ ولو انتي امس وكان بدك تتعلمي السواقه. يلا روحي بنروح سوا. يلا يلا حياتي. اسمعي ولك حشرة من أولك، ما بدي صوت فهماني؟ لا تاكل هم، ما راح أطالع صوت طاول. أري ما عندك شيء تاكل هون؟ قولك خلصنا بقى، جايب معي بنت أختي الصغيرة أنا لهون، خلصنا بقى. اسمع ولك أنا سكتت لها كتير، لسه نازل بهدلة فيني، علمني السواقة. يلا لازم أعلمك السواقة. هلا كتير ضروري أعلمك السواقة، أضر من ضروري، ناقصنا حادث جديد لأنه نحن. عيب عليك، أنا شوفير معلمة بقلب البلد، معلمة سواقة. شو هاد؟ معلمة؟ شي ضحك مو شي كتير 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 ضحك، يعني على اساس كتير قصة، يعني ايش في غير الدبرياج والفرين والبنزين وبتمشي السيارة وخود على تشفيط بعدي. تشفيط يا رب تصبرني على هالبلوة اللي عندي، يا رب تصبرني. وعلى ايش بده يصبرك؟ على غبائي انا حمار لاني جبتك معي. اسمعي المفتاح محطوط هون، حلو المفتاح بارضه، اول حركة بنعملها مندوس دبرياج للاخير ومندوس فرين للاخير، دسناه للاخير. هذا منركب اول، نزلنا فرين الايد، شلنا اجرنا على الدبرياج شوي مع الفرين شوي، اعطيناها شويه بنزين مشت السياره. الى غلط، ليش شلت اجرح على الدبرياج؟ لازم انت عم بتسوق واجرح على البنزين والدبرياج. ولك اول وين
أول وعلم علينا الناس كلياتهم. يخرب بيتك من حالك، ليش بدك تمي دايسة دبرياج؟ إذا أنت ماشية دبرياج إيش إله شغل؟ بتدوزي دبرياج وفرين لما بدك توافي. علبة البويا اللي براسك شغلية. ثمت، وإذا سمحت بدون عياط إنه أنت عم تحكي مع آنسة محترمة. بدنا نصف مثلا، جينا للصف هلا، كنا ماشيين بنص الشارع، ما رأسا منروح منصف، منطلع على مرئي ما في حدا، منشغل غماز، منلف على أقصى اليمين، منوقف، مندوز دبرياج للأخير، فرين للأخير على مهلنا ومنوقف، وهيك بكون وقفت السيارة، وصلت الفكرة؟ ممتاز، بما إنه وقفنا، خليني أنزل أجرب أنا. لا فهيمة أنتِ، أنتِ كتير فهيمة، لازم أعطيكي هلا وتسوقي وتعملي حادث وما نعرف ندخل على البيت، ساعتها أبوكي ما رح يدخلنا على البيت طاول، غير مرة هلا شوي شوي بخليك تسوقي أنتِ بعدين ما والله. ولك لا تخاف، خليني بس أنزل، خليني بس أنزل أوصلها عن بيت خالتك لهون. لا 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 حذرتي، لا خالتك ولا عمتك، ليك طولي بالك وصلنا، طولي بالك ها. دلوقتي بيت خالتك وهاك، بس وصلنا هنيك بنزلك بتروحي أنتِ، فهماني؟ يلا، انزلي. لا ما حذرت. امي ارتك انت وصل الكيس، روح انت للزوره ما بدي. خلاص 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 يخرب بيتك من حالك، رايح اوصله انا. انا اخذه انا اوصله، ما تحركي من اخذ دوج طاول فهماني؟ ما ناقصنا بلا، خليكي هون. دقيقتين بوصله وبجي. راح راح، والله مش فريقنا، ما فيش الواحد خرجش ابو طاول يعني هون ليش في طاول؟ او ماي جاد، خطرت على بالي فكرة. نبلش أول شيء، أول شيء شقار، حط دبرياج وفرين الأخير، بعدين منركب غياش، مننزل فرين الإيد، لا نقمش، إيه صح. بس الشيء إجلنا شوي 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 شوي. مشت السيارة، وري ليست أسرع هيك، وري دخل جون، وري وري ليت واحدة بيعرف وقفل السيارة. وري وين السيارة؟ لا 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 أكيد ذبالي مو صح، أكيد ذبالي مو صح، خدوج يخرب بيتك من حالك، بس ما يكون أي خطة ورايحة. وري يخرب بيتك، رح تعمل حادث، قولك يا مجنونة. عيب عليك، قلت لك شوفيرة معلمة بس انت ما كنت تصدق. الله يوفقك على هالبلوة. اسمعي اسمعي، شيلي رجلك عن البنزين عشان تهدي السيارة، عشان تهدي دوسي الفرين ودبرياج. يا خبادة انا عرفت اشغلها بس ما بعرف اوقفها، شو بتوقفها؟ اول واحد على يمين، اول واحد على يمين، دوسي دوسي لك، دوسي بسرعة، دوسي هدي السيارة يلا. ولك عباد انا واحد منهم البنزين، تعال لي يخرب بيت الهوين. ولك انت بتعرفي بتسوقي؟ وقفي وقفي، طلعي قدامي، طلعي قدامي، كنت فيها تخيب السيارة. عباد شو تجي بس ما عم تقف، ما عم تقف عباد، بتقف بتقف، انت بعدك بس كبسي كبسي، تبي قدامك سيارة. ولك انا واحد منهم يا لطيف، بلاش طلعوا بتجي. ما عم بده اكيد في شيء، اكيد في شيء، انا هلا صرت متاكد انه في شيء. شو بدك؟ وين اخوك؟ عباده؟ عباده ما بعرف، ما بعرف عنده شيء من نوب. الله يوفقك يا خدوج، الله يوفقك، كيف ما التفتت وكيف ما درتي؟ ولك شو بك ودش فيه؟ ايش صاير احكوم؟ سأل لها المغضوبة هي، مو انت قلت لي خدها معك؟ سألها، يسألني لي، يسألني لسه لك عم تحكي؟ الله وكيلك، تم شفت السيارة ويخمس فيها، طلعة ونزلة لوقت ما خبط على سيارة. آه يا حقيرة كذابة، هي اللي ضربتها. سيارة سيارة عربي، يخرب بيتكم من حالكم، سيارة كلهم ورا راسكم. يو وانا ايش دخلني؟ ليه تحشتي بالموضوع؟ مو بدك توصلي الغراب عند اختك؟ اليوم بدي اطلقك انا. لا كل شيء طلاق، انا رايح على غرفتي ولي دخيلكم. قولك هلا فهموني، سيارتي وين صار فيها؟ هي الحقيرة ما ردت تطالع الكيس لعند خالتي، رحت اطالعه انا، سرقت السيارة وصارت سوفي، ولولا لطف الله كانت دخلت بقاطرة ومقطورة، اختفت سيارتك كلياتها. راسي. يا حقيرة، كل من وراء راسك، هو نفد، بس انت داعي لهون. قولي طول بالك، طول بالك، امي ولي امي، ولي امي، بدي اطرشك انت وامك، حيوانة على هون. قولي نفدت، اول مره بنفوت دخيلكم.